أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، سعداء جدا أنه في هذه الفقرة وكما عودناكم دائما أن يكون معنا ضيف ويحلل أبرز الأحداث على المستويين المحلي ومن ثم المستوى العالمي. ينضم إلينا كما ينضم كل أحد زميلنا الإعلامي والصحفي والمحلل المميز سهل أحمد العبيد. أهلا بك، صباح الخير. يسعد صباحكم وصباح كل السادة المشاهدين. صباحك عافية. يسعد صباحك. إحنا في أول يوم لامتحانات الشهادة السودانية. أكيد والله نتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا يعني في ظل الظروف الصعبة اللي واجهوها. يعني صراحة والله أنا يعني صراحة يمكن أيوة أكيد، يعني يمكن جات ظروف كورونا ثانية، هو الفيضانات، وبعد كذا كان مسألة إنه الامتحانات في مواعيده ولا ما في مواعيده، حيتم تأجيله ولا ما حيتم تأجيله، عاش هذه كبيرة على الطلاب صراحة فعلا. إن شاء الله يعني كل التوفيق لهم، وخصوصا رغم الحملة الكبيرة اللي قادوا كثير من الناس يعني في مساعدة توصيل الطلبة إلى مدارسهم. يعني الرياضيين كانوا جزء من الحاجة دي؟ كل تأكيد، كل تأكيد، يعني الشعب السوداني كله بكل أطيافه تفاعل مع هذه الحملة من أجل توصيل طلبة المدارس إلى امتحاناتهم في الوقت المناسب. وصلتهم. طيب إحنا حنمشي مباشرة وحنبدأ بالأزرق، يعني حنبدأ بفريق الهلال والصعوبات ولجنة التطبيع وهذه الخلافات المستمرة. للأسف يعني يمكن تفاجأ الوسط الرياضي بالأمس وبخبر اعتقال رئيس لجنة التطبيع السيد هشام الصوبات في أحد البلاغات، لكن ما زال لم يتم الإفراج عنه. في انتظار اليوم سيكون أمام وكيل النيابة يمكن في بمعرفة الاتهامات ورد على هذه الاتهامات التي تساق حوله. لكن في بعض الأخبار بتشير إلى أنه هذا البلاغ وتوقيته وخروجه في هذا التوقيت بيشير إلى أن هناك أيدي تحاول أنه لا تجعل لجنة التطبيع تعمل بشكل مريح، خصوصا بعد القرارات اللي أصدرتها في الفترة الماضية كانت فيها مؤشر كبير جدا على أنه هذه اللجنة أتت بعمل كبير وبرؤية واضحة من أجل إعادة الاستقرار بالنسبة لنادي الهلال. ولكن هناك أكيد يعني نحن عارفين المعارضة في الهلال للأسف أنها كثير من المعارضين كانوا يرغبوا في أنهم يأتوا على ضمن هذه اللجنة أو سواء لجنة الكاردينال السابقة، ولكن إبعادهم عن هذه اللجان أعتقد أنه يمكن أن يكون هم واحد من الناس اللي حركوا هذه البلاغات من أجل عدم إتاحة الفرصة للجنة التطبيع بأنها تسير بالعمل الإداري في نادي الهلال بشكل السليم. الذي يحدث يعني يضع علامة الاستفهام. المفترض أنه كل يتكاتف مع اللجنة، هي لجنة التطبيع في الأساس وليست مجلس إدارة رسمي ولا تستمر طويلا، يعني هي فترة ثلاثة أربعة شهور وربما يعني كل المهام الممكنة لها تنتهي قبل الفترة دي وينتهي المهمة في الأساس، يعني وربما يمتد لستة أشهر. هي على العموم الفترة ليست بالطويلة. واحدة من القرارات اللي كانت مهمة من الإشراقات للجنة واللي يستشر بها كل جماهير الأزرق، عودة عبد المهيمن مرة أخرى للهلال لبيته القديم، وهو رجل معروف يعني. كل تأكيد، يعني يمكن قبل أجاوب على عودة عبد المهيمن في نقطة أنت ذكرتها ونقطة مهمة جدا يجب أنه نحن الناس كلها تنتبه لها وتنظر لها. للأسف أنه نحن عندنا المعارضة سواء حتى على الجانب السياسي للأسف يعني ما قاعد تكون معارضة نزيهة، وأعتقد أنه مفترض في مثل هذا الوضع اللي بيمر به نادي الهلال أو حتى نادي المريخ يجب الجميع أنهم يتكاتفوا حول رؤية موحدة من أجل انتشال النادي من هذه الوضعية الصعبة. ولكن للأسف لأنه هناك بعض الناس زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنهم بإبعادهم عن لجنة التطبيع أصبح معاداة لجنة التطبيع كان من ضمن أولوياتهم، حتى وإن لجأوا لأسلوب أساليب ملتوية أصبحت هناك شخصنا لهذه المواضيع، ولم يتم الاهتمام باعتبار أن الهلال المفترض هو يكون رأس الهرم في الأولوية بالنسبة للجميع، طالما أنه كلكم هلالات يجب أنه يكون الهلال هو الهدف الأول لأنه تساند وتقيف معه في هذا الوضع المحرج. يعني لكن للأسف أنه هناك من يفتعل بعض المشاكل الجانبية من أجل أن الأهداف شخصية، وليس المتضرر الأول سيكون منها هو الكيان وليس بعض الأشخاص. بالنسبة لعبد المهيمن أعتقد أنه عودته كانت عودة مهمة. عبد المهيمن عنده تاريخ مميز جدا مع الهلال، إبان في فترة رئاسة النادي من قبل السيد صلاح إدريس في فترة سابقة، عمل أيضا لفترة طويلة أيضا مع صلاح إدريس في نادي الأهلي شندي بعد استقالة خالد الزوم وخالد النجر من رئاسة القطاع الرياضي. عادت عبد المهيمن أعتقد أن صراحة هذه العودة
وجدت ترحيب كبير جدا من كل المشجعين الهلالات، من اجل لانهم يعرفون جيدا هذا الرجل وهذه الشخصيه وقدرته على انها تسير النشاط بشكل ممتاز في الفتره القادمه، وخصوصا المساله استقرار اللاعبين وكيف يجيد التعامل مع اللاعبين، وهو دائما يعني رئيس القطاع الرياضي في كل نادي هو همزه الوصل ما بين اللاعبين وما بين الاداره، بيقوم بهذا العمل بشكل ممتاز عبد المهيمن، ولذلك دائما ما نشاهد في الفتره التي يتواجد فيها عبد المهيمن انه ما قاعد تكون في مشاكل بين اللاعبين والاداره بشكل مستمر، يعني هو يجيد يعني وجوده هو محمد بالضبط ورجوع محمد بكل تاكيد. نعم، الى متى هذه الخلافات، الى متى سنكون في دائره الخلافات خصوصا في الانديه الكبيره زي الهلال وزي المريخ، وخلينا تحديدا نحن لسه يعني في الفريق الازرق، لانه الحاجه دي في النهايه بتحكس على اداء اللعيبه وعلى مشاركاتهم، خصوصا نحن على مشارف الدوري الممتاز ومن ثم الدوريات الاخرى ممكن تكون خارج السودان. بكل تاكيد، يعني نتحدث الان عن الدوري الممتاز حينطلق يوم 15، بعده في شهر 11 حينطلق دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، بكلها فترة صعبة بالنسبة لكل الأندية، لكن للأسف يا منى إنه مسألة النفوس وهي ما في تصافي للنفوس، وكل شخص بيحمل غرض أو حتى خلاف شخصي، وبالتالي بيتم استهداف الشخص المتواجد في رجنة التطبيع سواء أو على رأس الإدارة المنتخبة، يعني دي كلها عوامل بتأثر بشكل كبير جدا على استقرار الأندية، ونحن كلنا عارفين إنه دائما واحد من أهم عوامل إنه الآن تحقيق النتائج الإيجابية هو الاستقرار الإداري، لأنه الاستقرار الإداري بيؤدي إلى استقرار على المستوى الفني بالنسبة للجهاز الفني كمدرب ولا حتى كاللاعبين، ولكن للأسف إنه الخلافات الشخصية اصبحت هي الطاغيه وهي السمه. العلاج شنو ما بين يعني المفروض يحصل شنو؟ احنا ما دارين نستمر في والله المفترض انه يكون دائما، نحن كلنا عارفين انه كل نادي عنده كبار سواء في الهلال وفي المريخ، يجب اللجوء الى هؤلاء الكبار من اجل عدم تجاوزه بالضبط، يعني يمكن الجلوس معهم بالنسبه لكل الاطراف المتشاكسه، يجمعهم في طاوله واحده، يتم كل شخص يرفع اسئلته او حتى يرفع قضاياه واللي هو بيعتبرها قضايا مهمه بالنسبه للنادي، في النهايه يمكن من خلال هؤلاء الكبار الانديه انهم يصلوا الى صيغه تكون مرضيه للجميع، في النهايه يؤدي هذا الامر الى استقرار النادي، وبالتالي يعني تمر الفتره الصعبه اللي بيمر بها الكره السودانيه حتى على مستوى القمه. صح. نعم. واحده من الفترات الصعبه اللي بيعيشها وتمر بها الكره السودانيه في التاريخ هذه اللحظه، باعتبار انه الدوري متوقف وعدد من الاشكاليات والخلافات ايضا ضربت اتحاد الكره والوزاره معا والانديه كذلك، باعتبار مساله الجاهزيه والمسائل الاداريه والمسائل الماليه المختلفه. الان يعني تابع الكل المباريات القادمه، اصدار جدوله للمباريات، هي جدوله مضغوطه، هذا يدعنا يذهب بنا ايضا الى خلافات فنيه اخرى او الى اراء فنيه. 15 التزعة موعد انطلاق الدوري ومباريات لكل الفرق. صحيح، يعني للأسف يعني يمكن قرار عودة النشاط الرياضي يمكن كان مفاجئ، لأن وزارة الشباب الرياضة يعني يمكن يوم 6 أو يوم 7 هي أصدرت قرار رسمي بأنه سيتم السماح بعودة النشاط الرياضي، ولكن البرمجة أعتقد أنها برمجة ضاغطة بالنسبة للأندية، يعني تقريبا 73 ساعة لكل مباراة، واعتقد انه صحيح نحن لو نظرنا اليها من ناحيه على المستوى العالمي بنجد ان 73 ساعه هي مناسبه، يعني هي لا يمكن ان تكون اقل من كذا، يعني ده كحد اقصى حد ادنى، لكن في النهايه الظروف هي اللي اجبرت الاتحاد انه يصدر مثل هذه البرمجه، لانه يعرف جيدا بانه حتى قبل يوم 20/10 اللي هو 20 اكتوبر انه يجب ان يتم اصدار اسماء الانديه المشاركه على المستوى الافريقي. نعم، هذا الامر حدد. هو اللي اجبر الاتحاد انه يلجا الى هذه البرمجه الضاغطه، بالنسبه للاضافه الى انه اصلا الدوري تاخرت انطلاقته مجددا بسبب الخلافات ما بين الاتحاد من جهه وبين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه من جهه في قرار العوده بالضبط، يعني يمكن يعني تعنت شداد في رايي الشخصي
انه كان واحد من الاسباب اللي ادت الى التاخر، كان ممكن للشداد في تلك الفتره بعد قرار وزاره الشباب والرياضه اللي هو صحيح لم يكن قرار سليم، لانه ده تخصص الاتحاد العام في مساله اقامه بطوله سيكافا للانديه، ولكن رفض وزاره الشباب والرياضه لهذه البطوله يمكن هو اللي اشعل فتيل الصراع، لكن كان يمكن لشداد انه يتعامل. يعني شداد عنده خبره كبيره جدا في العمل الرياضي خصوصا على مستوى الاتحاد الافريقي او حتى على مستوى الاتحاد السوداني كرئيس للاتحاد وحتى كعضو سابق فيما مضى، لكن كان يمكن ان يتم الوصول الى صيغه يتم التحاور حولها، في النهايه يمكن استئناف النشاط الرياضي، لكن الاتهامات التي وجهت لوزيره الشباب والرياضه، الاتهامات التي وجهت لوزاره الصحه، يمكن دي هي اللي جعلت في النهايه هذا الثنائي يضغط على لجنة الطوارئ الصحية شخصنة كلها قرار. يعني كل نرجع لكلام حسام الجبيني شخصنة الأمور هي اللي أدت إلى أنه نحن نصل إلى هذا الوضع الصعب. طيب بالنسبة لنا في ظل هذه الشخصنة وفي ظل هذه الخلافات وعودة الدوري الممتاز والخلافات والانقسامات ما زالت مستمرة في الفريق الأحمر فريق المريخ، للأسف يعني يمكن الوضع في المريخ لا يقل سوءا صراحة عن الوضع في الهلال. جماهير المريخ بالأمس سيرت مسيرة للاتحاد العام محاولة للضغط على الاتحاد يعني للإفتاء حول هذا الوضع. يعني هناك 4 أعضاء من نادي مجلس المريخ شايتين خط برام، 4 آخرين شايتين خط آخر، وكله هناك يعني رغم الاجتماع اللي حدث يوم الأربعاء الماضي وجمع كل هؤلاء الثمانية بوجود رئيس النادي آدم سودكال، ولكن هذا الاجتماع لم يصل إلى أي نتيجة. الخلافات كانت حادة ما بين الطرفين، واعتقد انه هذا الامر ادى الى انه نشهد هذا الانقسام الكبير، ولاول مرة يعني يمكن نشاهد في تاريخ نادي المريخ انه يكون هناك انقسام كامل ما بين فرقاء في المجلس الواحد، لدرجة انه كل مجلس يرى بانه هو الآية والأحقية، او كل مجموعة ترى انها عندها هي الأحقية في إدارة النادي في الفترة القادمة إلى أن تقام الانتخابات يوم 3 أكتوبر. لكن أعتقد أنه في هذا ظل هذا الوضع الصعب سيؤثر بشكل كبير جدا على إعداد الفريق للدوري الممتاز، وبكل تأكيد هناك خلافات حول بداية النشاط بالنسبة لفريق الكرة، يعني عودته للتدريبات مرة أخرى، والخلافات حول عودته ويمكن من سيلتزم بدفع هذه المنصرفات. صراحة أعتقد أنه سيواجه المريخ موقف صعب جدا في إعداده للدوري الممتاز، خصوصا أنه أيضا المريخ يريد أن يستفيد من هذا الإعداد بالنسبة للدوري الممتاز للإعداد للبطولة الأفريقية، لأنه المريخ عانى في 3 سنوات الماضية من الخروج المبكر من دور أبطال أفريقيا وتحديدا من مرحلة التمهيدي. نعم. فبالتالي لا يرغب مجلس المريخ أو تعدد المدربين برضه يعني في الفريق، يعني كل مرة في مدرب جديد في فترة وجيزة وهو مشارك في بطولات، يعني أكيد يعني دائما الاستقرار الفني عامل أيضا مهم لا يقل أهمية عن الاستقرار الإداري من أجل أن يحقق الفريق نتائج إيجابية، ولذلك أعتقد أنه التغيير المستمر للمدربين، الخلافات المستمرة بين أعضاء المجلس الواحد، أعتقد أنه هذا الأمر أدى إلى أن نشاهد مثل هذه المشاكل الكبيرة التي تحدث في النادي. ما يدور من خلافات في الأحمر هو كبير للأسف، يعني دفع باستغالته وما إلى ذلك، عودة ماديب وخلطة الأوراق في الآونة الأخيرة، برأيك كيف يخرج الأحمر من هذا المأزق الإداري؟ والأمر أعتقد في رأيي بيد الاتحاد العام. الاتحاد العام قبل تقريبا 4 أو 5 أيام يعني خاطب المجلس بأنه يرفض إقامة الجمعية العمومية السابقة وبالتالي إجازة النظام الأساسي الجديد، وبالتالي يعني هذا بيعيدنا الى انه يتم اعتماد او التعامل بالنظام النظام الاساسي القديم. والنظام الاساسي القديم اعتقد انه بيعطي لمادبو الاحقيه في اداره النادي باعتباره هو ظل الوحيد حاليا من الضباط الاربعه السابقين، نتحدث عن محمد جعفر قريش، دول كلهم طارق سيد المعتصم، دول كلهم استقالوا، فاصبح هو حاليا الضابط الوحيد من المجلس السابق وفقا للنظام القديم. فاعتقد انه هذا الامر هو ما يستند عليه الصادق مادبو في انه هو له الاحقيه في اداره المجلس حاليا، ولكن المجلس الاخر زي ما ذكرنا والمجموعه الاخرى بترى بانه النظام الاساسي اجهز الجديد وبالتالي لها الحقيه في انها هي
تدير النادي وفقا لهذا النظام، لكن في النهاية أعتقد أنه الموقف كله في يد الاتحاد العام. يجب على الاتحاد العام أنه يجتمع مع المجموعتين بشكل واضح ويحدد إذا ما سيكون النظام القديم، النظام الأساسي القديم هو العامل المهم في حتى يتم إجازة نظام أساسي جديد أم لا. لا. طيب احنا رايك شنو الاحباط ده؟ طبعا مش الدوري الانجليزي، كل شيء التفاوض اكيد وبدا امبارح طبعا، والاثاره حاضره كانت بشكل صحيح. كبير جدا، وفوز ليفربول ايضا يعني باربع اهداف مقابل ثلاثة اهداف. منى شكيله طبعا مع ليفربول ومحمد صلاح كله بيجيب جون، بتتفاعل معه كده تسمع مع المريخ معناها كان ابدا لا المريخ لا 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 انا هلالي طبعا انا هلالي طبعا اكيد يعني يمكن بدايه ولا اجمل بالدوري الانجليزي، يعني كما عودنا الدوري الانجليزي يعني بصراحه عندنا نحن هنا في السودان يحظى باهتمام وبعشق غريب جدا، وصراحه السبب الرئيسي يعود في انه الدوري الانجليزي دائما ما ياتي بالاثاره منذ بدايته، رغم غياب الجمهور ليفربول هو حامل اللقب في الموسم الماضي، استهل حمله الدفاع عن لقبه بمباراه كانت غايه في الصعوبه، مباراه تالق فيها بشكل ممتاز اللاعب محمد صلاح، استطاع انه ينقذ ليفربول من فخ ليدز يونايتد مع مدرب مميز جدا، مدرب يعرف بالمجنون في عالم كرة القدم هو المدرب الارجنتيني مارسيلو بيلسا، قاد عنده خبرة كبيرة جدا في قيادة الاندية وحتى على مستوى المنتخبات، مستوى كبير جدا قدمه مع المنتخب الارجنتيني وقادهم للتصفيات، متصدرين لتصفيات كوبا امريكا او امريكا اللاتينية للمؤهلة لكأس العالم في 2002 في كوريا واليابان، وكان الجميع يراهن على أنه منتخب الأرجنتين في ذلك الوقت سيكون هو بطل لكأس العالم، ولكن يمكن المفاجأة هي خروج الأرجنتين منذ الدور الأول. بالنسبة لهذه المباراة واضح أنه مارسيلو بيلسا درس جيدا ليفربول، درس جيدا نقاط الضعف، لأول مرة ليفربول يمكن أن يتقبل 3 أهداف في مباراة واحدة، صحيح أنه هذا مؤشر خطير بالنسبة للمدرب يورجن كلوب، لأنه دائما العامل الأساسي والمهم واللي ساعد ليفربول في تحقيق الدوري في المواسم الأخيرة هو الثبات الدفاعي في وجود فان دايك، لكن الآن وفريق أمام فريق صاعد حديثا للدوري الإنجليزي وتتقبل 3 أهداف على ملعبك ملعب الأنفيلد رود، صراحة مؤشر سيء جدا بالنسبة للمدرب، كانت تخمة البطل بالضبط، يعني يمكن هل فعلا لاعبي ليفربول لم يحترموا ليدز يونايتد بالشكل الكافي؟ لو ده التألق محمد صلاح أعتقد أنه كان سيعاني كثيرا ليفربول في حصد أول 3 نقاط له في طريقه للدفاع عن لقبه في هذا الموسم، لكن في النهاية مباراة كانت رائعة جدا من الطرفين، ليدز أظهر شخصية ممتازة، وتألق محمد صلاح لأول مرة لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مواسم في أول مباراة افتتاحية بالنسبة للفريق، ألكسندر لاجازيت أيضا في الطرف الآخر قاد أرسنال وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أول هدف في أول موسمين، صراحة مستوى كبير قدمه أرسنال مع أرتيتا، أعتقد أنه بعد التسجيلات اللي قام بها الأرتيتا في الفترة الماضية وتألق كبير للاعب ويليان القادم من الجار والعدو اللدود بالنسبة لأرسنال نادي تشيلسي، بالرغم من أنه هو تألق في مباراة الأمس وصنع 3 أهداف، لكن في النهاية دائما حمى البدايات هي أمر مهم بالنسبة للأندية الكبيرة، وإنك أنت دائما تعرف كيف تبدأ مباريات الدوري الإنجليزي، ولكن بالنسبة للأندية الكبيرة معروف جيدا بأنه ليس مهم انك انت كيف تبدا، المهم انك انت كيف تستمر على تحقيق هذه النتائج المميزه. ارسنال دائما يظل دائما من ضمن الانديه اللي لها الثقل الكبير على مستوى الدوري الانجليزي ولديها الفرصه في تحقيق لقب البريمير ليج، صحيح انه ارسنال عاش فتره صعبه جدا في المواسم الاخيره يمكن ادت الى اقاله المدرب الكبير ارسن فينجر، اعتماد على أوناي إيمري لكن لم ينجح أيضا، الآن مع أنه اسم كبير في عالم التدريب يعني بكل تأكيد مدرب له وزنه، تحدث عن أرتيتا وعنده خبرة جيدة جدا كلاعب مع أرسنال سابقا وحتى يمكن عمل كمساعد لمدرب مانشستر سيتي اللي هو بيب غوارديولا، الآن يأتي للإشراف على الفريق كمدير فني، ومن حقه أنه أصبح أيضا بعد ترفيعه من المدرب إلى مدير فني أنه يحق له أنه أيضا يساهم في التعاقدات بالنسبة لمجلس إدارة النادي، يعني يجلس مع إدارة النادي ويحدد أولوياته وأهمية اللاعبين أو نوعية اللاعبين الذين يرغب
في التعاقد معه. دي كلها ستساعد أرتيتا بشكل كبير جدا في أنه يعيد أرسنال مرة أخرى إلى قدرته للمنافسة على لقب البريمير ليج، وليس فقط المنافسة على مقعد مؤهل إلى دور الأبطال. لذلك البداية جيدة بالنسبة لأرسنال، ولكن المهم بالنسبة لأرسنال والجمهور أرسنال أنه الاستمرارية في هذه النتائج، لأنه دائما أرسنال نعرف جيدا بأنه في كل موسم بيقدم سلسلة من النتائج المميزة ثم يعود ويأتي بسلسلة من النتائج السلبية، دائما هي تذبذب صراحة كبير جدا في مستوى الفريق في الاستمرارية على مستوى النتائج، وهذا الأمر هو لا يساعده على تحقيق لقب البريمير. خلينا نتفق على أنه البدايات الصح اللي فيها فوز هي دي البدايات الإيجابية لكل هذه الفرق، وهنمشي اليوم برضو نتابع مارسيليا وفوزه برضو، وده برضو واحد من الحياة المهمة يعني. أكيد يعني قمة الدوري للفرنسي باريس سان جيرمان، يعني يمكن الجميع يعرف جيدا أنه هناك 4 لاعبين تعرضوا إلى إصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وغابوا عن المواجهة الأولى أمام لانس، أدت في النهاية إلى أنه باريس سان جيرمان يخسر المباراة الافتتاحية بهدف وحيد. غياب كان مؤثر صراحة لأنه يعتمد على أعمدة الفريق، تحدث عن ديماريا، تحدث عن نيمار، تحدث عن باريديس، تحدث عن حارس نافاس، هؤلاء اللاعبين الأربعة غابوا في المباراة الماضية. الآن سيكونوا متواجدين بعد إعلان عن شفائهم بشكل تام من فيروس كورونا، لكن هل سيكون هؤلاء الأربعة اللاعبين جاهزين بدنيا لأن يخوضوا هذه المواجهة الصعبة أمام أولمبيك مارسيليا، خصوصا أن أولمبيك مارسيليا ظهر بشكل ممتاز في الجولة الأولى مع مدربه أندريا فلاش بواش، يسير بشكل ممتاز منذ الموسم الماضي، الفريق بيقدم نتائج ممتازة، سجل مجموعة من اللاعبين المميزين خصوصا عنده مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، تحدث عن ديمتري بايت، تحدث عن توفان، تحدث حتى يمكن عن المهاجم الأرجنتيني بندنتو، تحدث عن مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المميزين اللي بيمتلكهم أولمبيك مارسيليا، ولذلك أعتقد أنه هذه المواجهة ستكون اختبار صعب بالنسبة لباريس سان جيرمان، أو خصوصا في ظل عدم الجاهزية البدنية للرباعي المصاب بالفيروس كورونا بعد عودته من هذه بعد شفائه من فيروس كورونا وعودته للتدريبات مرة أخرى. نعم. مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي وهي مواجهة ذات صفيح ساخن ستكون في الضفة الفنية أولا، والقراءات لما بين الشوطين والأفكار والرؤى المختلفة بين مدرستين تدريبيتين مميزتين جدا وعالميتين أيضا، وتحدي خاص في الديربي ما بين إيفرتون وبين توتنهام. بكل تأكيد يعني اسمين كبيرين في عالم كرة القدم، تحدث عن مورينيو على رأس الجهاز الفني بالنسبة لنادي توتنهام، تحدث عن أنشيلوتي خبرة كبيرة جدا مدرسة إيطالية، درب ريال مدريد سابقا، درب إسي ميلان والآن مدرب لإيفرتون، نفس الوضع بالنسبة لمورينيو، يعني درب أسماء كبيرة إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، ريال مدريد نفسه يمكن الثنائي يشترك في تدريب ريال مدريد. وأكيد يعني يمكن هذه المباراة ستكون فعلا من قمة مباريات هذا اليوم، لا شك بأنه أكيد مورينيو يعرف جيدا بأنه سيكون عليه ضغوط كبيرة جدا، مورينيو يعشق بشكل كبير جدا الدوري الإنجليزي ويعرف جيدا بأنه الدوري الإنجليزي هو اللي أظهره للعالم خصوصا بعد فوزه مع بورتو بلقب دوري الأبطال، يمكن هذا الأمر لفت كثير من الأندية له خصوصا نادي تشيلسي، تعاقد معه نادي تشيلسي وأظهر بشكل بدأ يصنع اسمه كمدرب مع نادي تشيلسي اللندني، ظهر بشكل ممتاز، حقق لقب البريمير ليج في أول موسمين متتاليين بشكل لفت أنظار الجميع لأن هذا المدرب سيكون له اسم كبير جدا في كرة القدم، وسار بشكل ممتاز وحقق نتائج مميزة مع ريال مدريد، مع انتر ميلان، مع مانشستر يونايتد. الآن سيكون اختبار صعب لأنه هو أتى لخلافة مدرب يعني كان مميز صحيح. جدا بوتشيتينو في الموسم الماضي تم إقالته بسبب سوء النتائج، تعيين مورينيو، مورينيو يعرف جيدا بأنه دائما في موسمه الأول ما قاعد يحقق نتائج، رغم أنه نحن ما نقدر نقول موسمه الأول لأنه هو أتى بعد فترة ليست بالقصيرة بعد إقالة بوتشيتينو، وبالتالي أعتقد أنه التسجيلات اللي قام بها سواء إيفرتون أو حتى نادي توتنهام في فترة الانتقالات الحالية نحن موعودين بشكل كبير جدا لأنه نشاهد واحدة من أجمل مباريات الدوري في هذا الموسم. يا سلام، إحنا سعيدنا بك جدا أستاذ سهل على هذا التحليل،
وطبعا انت معزوم معنا فطور بعد نطلع مع الهواء. طوالي ضابط يعني. شكرا لحضورك ودعواتنا لكل الممتحنين بالنجاح ودعواتنا لكل الممتحنين بالفلاح. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، هذا هو المعلم الذي جبلت نفسه على العطاء من غير أي مقابل. أيضا كل المتضررين جراء سيول فيضانات، إحنا يعني قلوبنا معاكم وربنا يلطف بالعباد. إحنا وصلنا لختام الحلقة، أنا شاكرة جدا للتيم العامل والزميل المميز جدا حسام، شكرا لك. هلا مميز شديد يعني. شديد جدا. شكرا للأميز منى، شكرا لكم، تحية فريق العمل دائما ما نقول لكم، وجبنا كلنا نحن على حب هذا البلد كما تغني حرام النور في ختام الحلقة لهذا اليوم. السلام عليكم.